ألو، مساء الخير ديما، إن شاء الله ما أكون عم بزعجك. لا بالعكس، كنت بعرف أنك رح تتصل. والله؟ كيف عرفتي؟ لأني ما رديت لك خبر بخصوص خالتي. بسيطة. أنا ما نسيتك، بس الوضع عندنا بالبيت مأزم شوي، وخالتي مو راضية يعني أنك تجي وفارس معصب وهيك. ما أنا مشكلة، كل أحوال انبسطت أني سمعت صوتك. رقمي معك، هي شي بتعزيز بتضيع حكيني. كلك ذوق أستاذ فوزي. مع السلامة. مع السلامة.